استاذ سلوى، شنو الاشياء اللي تتميز المناظره الجهويه للتنميه المستدامه على مستوى مدينه الدار البيضاء؟ على صعيد الجهات الدار البيضاء اسطاد، كيف ما كتعرفوا حنا بطبيعه الحال وهذه ما كيعرفها الكل، على ان جهه الدار البيضاء اسطاد جهه صناعيه بامتياز، كذلك كتعرف اكبر كثافه سكانيه على صعيد المملكه. هادو كلهم كيشكلوا لها واحد الامتيازات، خصوصيات عندها، على ان هادشي كامل كيشكل واحد الضغط على الموارد ديالها الطبيعيه وعلى المؤهلات الطبيعيه ديالها. اذا المشاركه اليوم كيف كتشوفوا الحمد لله واحد المشاركه فعاله ديال جميع الاطياف اللي كتكون هذه الجهه ديالنا، سواء فيها كانت سلطات محليه او هيئه منتخبه او مجتمع مدني او قطاع خاص اللي كتشوفوه كذلك حاضر بكثافه بالهيئه المهنيه ديالو، وكذلك المجتمع المدني والجامعات والمعاهد البحوث العليا اللي متواجده الحمد لله معنا اليوم، والمسؤولين ديال المصالح اللامركزه ديال القطاعات الوزاريه كلها حاضره معنا ومشاركه معنا بكثافه. كيف كتعرفوا اليوم كاينه واحد الجلسه العامه اللي كانوا فيها الكلمات ديال السيد الوالي وديال السيد نائب رئيس مجلس جهات الدار البيضاء اسطات، وكذلك غنعرفوا واحد الورشات متوازنه موضوعاتيه متوازيه اللي غتخدم دابا وغيشاركوا فيها جميع هاد المشاركين اللي معنا اليوم. هاد الورشات كتميز على انها كتطرق لواحد المواضيع مختلفه ولكن لا تقل اهميه وحده على الاخرى. الورشه الاولى غتطرق لكيفيه الحمايه والتثمين ديال الموارد الطبيعيه اللي كان كيف ما قلت سابقا على انها كتعرض لواحد الضغط بحكم ان الجهه ديالنا كتعرف واحد النهوض اقتصادي كبير ونهوض صناعي وكذلك واحد الضغط ديموغرافي كبير. دونك غنطرقوا نجيبوا واحد الاقتراحات بفضل المشاركين على كيفيه التثمين والحمايه ديال هذه الموارد الطبيعيه. كذلك عندنا واحد الورشه الثانيه اللي غتطرق لكل ما هو مجالات ترابيه، وحنا كنعرفوا على ان كاين واحد الفوارق في المجالات الترابيه على صعيد 153 جماعه ترابيه اللي كتشكل لنا الجهه، كاين فوارق مجاليه اللي غنحاولوا نتناقشوا فيها اليوم كيفاش نقلصوا هاد الفوارق. وكذلك هاد الورشه الثانيه غتطرق الجانب ديال كيفاش يمكننا نوصلوا لواحد الاقتصاد التنافسي منخفض الكربون واللي غيمكننا ان احنا نكونوا صديق في القمه ديال التنافسيه لما لا الدوليه، دونك منخفض الكربون، وكذلك كيفاش نجيبوا الاستثمار عن طريق التنميه المستدامه. الورشه الثالثه غتطرق لكل ما هو مصالح عموميه، اعني بذلك اللي هو كاعني هو النظام الصحي، النظام التربوي، نظام النقل، وكذلك تطهير السائل والتطهير الصلب، كاع اللي هي مصالح عموميه. وغتطرق الورشه الثالثه كذلك لواحد جوج ديال الاسس بارزه في التنميه المستدامه، وكنعني بهم التراث والثقافه، هما كذلك غيتم التطرق اليهم في الورشه الثالثه. على ضوء وعلى اثر هذه الورشات الثلاث وهاد التشاورات اللي غتكون، غنستخلصوا واحد المجموعه ديال الاقتراحات اكيد والاراء ديال المشاركين. هذه المجموعه ديال الاقتراحات والتوصيات غيتم تدوينها في واحد التقرير النهائي اللي غيتم بطبيعه الحال اعطاء اللجنه الوطنيه ديال التنميه المستدامه اللي كيتراسها السيد رئيس الحكومه، وغيتم تدوينها كيف قلنا في هذا في التقرير النهائي، وغتكون كلبنه لانجاز الصيغه المحينه الجديده ديال الاستراتيجيه ديال الوطنيه للتنميه المستدامه. المناظره الجويه للتنميه المستدامه تتحط رحال مدينه الدار البيضاء، شنو الاشياء اللي تتميز هذه المناظره على مستوى مدينه الدار؟ هذه مناظرة أولا بادرة مهمة على الصعيد الوطني من خلال عقد هذه المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة. دونك كما تعرفوا انه كانت البدايه بالاقاليم الجهه الجنوبيه العزيزه علينا، واليوم حطت الرحال بجهه الدار البيضاء سطات. اليوم جهه الدار البيضاء سطات يعني هذا اللقاء هذا كيتميز انه كيندرج ضمن المخطط ديال الجهه فيما يخص التنميه الجهويه، وكيتزامن كذلك مع المصادقه ديال المجلس على وثيقتين مهمتين، اولا المخطط الجهوي لاعاده التراب، ثانيا البرنامج التنموي للجهه. وهذا المخطط الجهوي لإعداد التراب هو خدم على الاعتبار جميع التحديات اللي كتهم المجال الترابي ديال جهات الدار البيضاء سطات، واللي تتندرج ضمن المخطط الوطني للتحديات والاهداف ديال التنميه المستدامه، خاصه فيما يخص الالتزامات ديال المملكه المغربيه والالتزام ديالها مع المنظمات الدوليه يعني استجابه للمعايير الدوليه، وثانيا استجابه للمستخلصات ديال جميع المناظرات ديال المناخ اللي وقعت، خاصه الاخيره اللي وقعت اللي كانت في مصر اللي هي كوب 27. واليوم هذه المخططات ديالنا كتندرج في نفس التوجه،
والبرنامج التنموي الجهوي خدا كذلك بعين الاعتبار يعني جميع المعطيات ديال المخطط الجهوي لإعادة التراب باش يمكننا أن نوصلوا الأهداف ديال التنمية المستدامة واللي فيها يعني واحد المجموعة ديال الأمور من خلال البرامج ومن خلال المخططات ديالنا ومن خلال كذلك الشراكات اللي كنتمنوا أننا يعني كنطمح أننا نعقدوها مع الدولة فيما يخص التمويل ديال هاد المشاريع هذه. هاد المخطط الجهوي للتنمية واللي هو اليوم تقريبا تيقترب من 50 مليار ديال الدرهم على مدة 5 سنوات واللي اليوم راه في الإطار المصادقة ديالو وفي الإطار كذلك يعني التعاقد مع كافة المصالح الحكومية لإنجاز إن شاء الله هذا المخطط التنموي.